احتك بالرهبان واحتك بالقديسين واحتك بالأحبار واحتك بغيرهم. فبدأوا يتكلمون عن يستهدفون شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. شلون يستهدفون شخصية النبي؟ يستهدفون شخصية الحديث اللي هو موضوعنا. من اجل الاستشراق بالعصر الحديث ارتبط بمن؟ ارتبط بعلو كعب الدول الأوروبية، بقاء الدول الإسلامية، يوفر له قناعة حتى شنو؟ حتى يقدر يسيطر على الشعب الآخر. لذلك تقييم هذا اليوم كلية التربية مثلثا بقسم التاريخ هذه الندوة الوزارية المباركة والموسومة النهضة الحسينية في رؤى الاستشراق وبمشاركة أساتذة من كليتنا، فضلا عن أساتذة من جامعة ذيقار كلية التربية للعلوم الإنسانية. تأتي هذه الندوة في ضوء التركيز على النهضة الحسينية لما لها من أثر كبير ليس في وقتها وإنما على امتداد العصور، لأن هذه النهضة هي نهضة إصلاح، وما أحوجنا اليوم إلى هذا الإصلاح والاستفادة من هذه النهضة العظيمة. هذا من جانب، ومن جانب آخر أنه الاستشراق كان قد شوه الصورة المأخوذة عن الإمام الحسين، وللأسف هذه الصورة التي شوهت هي اعتمادا على بعض الكتابات الإسلامية، لذلك ينبغي التصحيح من خلال هذه الندوة وغيرها من الندوات التي تعقد، وخصوصا إلى طلبتنا الذين هم أحوج ما يكون إلى الاستماع لهذه المحاضرات في هذه الندوات. تعقد كلية التربية جامعة ميسان قسم التاريخ تحديدا حلقة ندوة نقاشية بعنوان النهضة الحسينية ورؤى الاستشراق، تسلط الضوء على أبرز مقالات وخطابات الاستشراق التي تناولت النهضة الحسينية، باعتبار أنه الفكر الاستشراقي فكر مختلف ينتمي إلى مدارس ومشارف فكرية متعددة تناولت أحداث التاريخ الإسلامي، ومن ضمنها النهضة الحسينية لما لها أثر بالغ في توجيه مسار التاريخ الإسلامي وتحديد مساراته. وكانت تناولات الاستشراق متنوعة ومختلفة بحسب المدارس الفكرية التي انتمى إليها المستشرقون. فالندوة تحاول تسليط الضوء على هذه التناولات وهذه الخطابات وتفكيكها وتحليلها ونقدها، وأيضا بيان التفاوت والتباين بين الدراسات الاستشراقية الكلاسيكية القديمة والدراسات الاستشراقية الحديثة بحسب تغاير صورة الخطاب حول هذه الثورة وحول هذه النهضة، بالإضافة إلى ذلك انعكاس هذه الثورة في عقل الثقافة الإسلامية وجسد الثقافة الإسلامية قديما وحاضرا. وخرجت الندوة بالحلقة النقاشية والندوة النقاشية بعدد من الاستنتاجات إن شاء الله ستفتح مسار بالطريق أو اتجاهات عدة في تناول النهضة الحسينية. شكرا لكم. في صبيحة هذا اليوم المبارك جئنا من جامعة ذيقار إلى جامعة ميسان الموقرة لإلقاء ندوة تحمل عنوان النهضة الحسينية في رؤى الاستشراق، وتقع هذه الندوة ضمن مجال التعاون العلمي بين الجامعات العراقية والتحشيق بين الأساتذة، وهي تحسب حقيقة نشاط، يعني نشاط علمي للجامعة، يعني لسماع رؤى وأفكار أخرى من جامعات أخرى، وهذا النشاط حقيقة لم ينقطع ولم يتوقف عند هذا الحد، وإنما يعني هو مستمر. يعني موضوع الندوة يعني يتناول قضية نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه، على اعتبار أنها يعني ليست حدثا تاريخيا مضى، وإنما هي حياة نعيشها اليوم وانعكاسات هذه النهضة على الواقع العراقي المعاش والمعاصر، وكيف نروج لها على اعتبار أنها هوية وطنية أصبحت الآن هوية وطنية يحملها العراقيون. يعني ويعني نصب الموضوع على هذه الفكرة في رؤى الاستشراق، على اعتبار أنه سوقت القضية عالميا ونحن نحاول يعني المضي في هذا الأمر. الاستشراقية أو النهضة الحسينية في رؤى الاستشراقية، ولدينا أستاذ ضيف من جامعة ذيقار الأستاذ الدكتور حسين علي الشرهاني، أستاذ السيرة النبوية والفكر الإسلامي في كلية التربية للعلوم الإنسانية جامعة ذيقار، حاصل على شهادة دكتوراه من جامعة
فريدريكو الثاني في إيطاليا عن طروحته لموسومة التغيير في السياسة المالية للدولة العربية الإسلامية في عهد الإمام علي عليه السلام، وقد طبعت هذه الطروحة على شكل كتاب من الجامعة المذكورة باللغة الإيطالية، وجرت ترجمتها إلى لغات أجنبية أخرى.